وتحضر للمقابلة مع الفريق الألماني المفزع الفائز بكأس العالم في سنة 1954. Il a fallu 30 minutes exactement à l'équipe algérienne de football pour battre le 11 allemand qui, il n'y a pas si longtemps, élimina la Hongrie de la Coupe du monde. شارك الفريق الألماني بأفضل لاعبيه أوفرات لبودا وهيمنة الجزائر على خصمها الشهير، وسجل ماحي هدفا منطقيا في الدقيقة العاشرة، وجاء بعده هدف أوجاني في الدقيقة الثلاثين. كان مخلوفي سيد المقابلة في ذلك اليوم المشهود، وزيتوني كون لوحده الحصن المنيع. أما بوبكر فقد استطاع أن يفشل كل محاولات الألمان. سقط الغول الألماني بعد أن روضه الفنانون الجزائريون. زرع النجاح في طريق